كما وردت في سورة الرحمن
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيها الإخوان المسلمين، عليكم أن تقيموا الصلاة بالجماعة وتؤدوا الزكاة بالأمانة، وعليكم أن تصوموا الصيام في شهر رمضان الكريم، وعليكم أن تحجوا بيت ربكم، وعليكم أن تعبدوا بالمعروف وترحون عن المنكر، وعليكم أن تحبوا الله ورسوله وبر الوالدين إحسانا، وعلينا أن نشكر في كل حال. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله لي ولكم أجمعين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بذكر الحكيم إنه تعالى غفور رحيم. صلوا على نبيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، خصوصا على أفضلهم بالتحية الملقب بالأتي أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى شرف المحدث بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع آيات القرآن كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى المظهر المشرق والمغرب عنيس النبي بالبليات والمصاعب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين الشهيدين السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وأمهما سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وحمزة صلى الله وصلى رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، والفلسطيني والعراق والإيران والأفغانستان والباكستان والكشمير والسيريا والليبيا والصائر البلد المسلمين كليا، خاصة في البنغلاديش، خصوصا في الوطن بنغلاديش وفي سدن دولتنا بنغلاديش. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم فادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله